ثم السنة لها شأن عظيم وهي أصل الثاني والوحي الثاني، وقد قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين وبين الله في البلاغ والبيان والدلالة على الخير والإرشاد إليه. فالواجب علينا أن نتبعه وأن نأخذ بما قال عليه الصلاة والسلام وأن نسير على نهجه وأن نتبع خطاه، فهو المفسر لكتاب الله والدال على كتاب الله والمعلم لما قد يخفى من كتاب الله. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. وقد نبغت نابغة في هذا العصر يدعون إلى القرآن دون السنة، وهذا لكفرهم وضلالهم وفساد قلوبهم ومرضها. وهل يستقيم قرآن بدون سنة؟ فالقول بأن القرآن يكفي ولا حاجة إلى السنة كفر وضلال وزندقة بإجماع أهل العلم، وهو كفر بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع الرسول والانقياد لما جاء به وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن.